يستوقفك جمال بحيرة القرعون التي لا تتخيل لحظة أن تكون سبب وفاة أهل البلدة التي وهبت لها اسمها. لاحظت كطبيب جهاز هضمي في كتير سرطانات معدي ومبولي فلها علاقة بالنترات، وتبين أخذ سنتين اشتغلنا فيها أنه الخضار اللي بناكلها مغرقة بأضعاف وأضعاف، خاصة الخضار الورقية أضعاف المسموح به عالميا. انطلقت الفكرة وأخذناها من يعني من أول منبع الليطاني حتى بحث القرعون، فظهر معنا طلائع الدراسات الأولى أنه ببحر القرعون ببلدة القرعون تحديدا في نسبة 4.5 عن المستوى الوطني بلبنان اللي هو 2 بالألف 2.25 بالتحديد إذا بدك بالألف مواطن في سرطان بلبنان، طلع 23.5 بالألف بالقرعون. الرقم المرتفع هذا لم يصدم أهل البلدة وسكانها، وهم الذين عانوا بشدة من تبعات تلوث البحيرة. هذه الدراسة ضوت على نتيجة مرة بالضيعة، يكاد أنه كل شخص في حدا من قرايبينه عنده إصابة بالسرطان. نحن بانتظار ردة فعل جدية. هذا الملف، ملف تلوث النهر الليطاني من المنبع إلى المصب، مش حصرا ببحيرة القرعون، هذا بيتأذى منه لبنان قاطبة، يعني كل البلد. وعن إمكان ارتفاع هذه النسبة مع الغوص أكثر في الدراسة، ما بتخلص الدراسة هالأرقام مثلا من 3 أشهر إلا بتلاقي زادت حالتين بحجرة، فتلات حالات أو 4 حالات بالقرعون، يعني بسرعة فعلا عم تتكسر. أكيد بده يضل يطلع لأنه باستمرار عم يزيد، ولأنه التلوث عم يزيد، ولأنه يعني عم يتراكم، وبالتالي يعني أصبح يعني مجرور قاتل إذا بدك نهر الليطاني. تختم بحيرة القرعون مجرى الليطاني وحوضه الأعلى، مكونة المسطح المائي الأكبر في لبنان وربما الأجمل، إلا أنه بات نقمة على أهله. في حين كانت هذه البحيرة مصدر رزق وجعل الأهالي من مائها كل شيء حي، حولها الفساد والإهمال الممنهج إلى مصدر للهلاك والهمود. ليال سعد، قناة الجديد.